ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجدي هنتكلم النهارده على اهم الاشياء الساره المتوقعه عليكم خلال عام 2023. عامه كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم سعداء، كل سنه وانتم مبسوطين وباحسن حال وباسعد حال يا رب. مبدئيا كده برج الجدي، احنا عندنا الفتره دي فتره كتير مميزه جدا جدا، فتره السنه كلها يمكن يكون الفتره الافضل هي النص الثاني من العام. برج الجدي اقدر اقول لكم ان احنا عندنا سنه فيها العديد من الامور اللي تخلينا بالفعل متفائلين جدا. طيب خلينا كده نبدا باول نقطه، وهي ان برج الجدي عندك اول حاجه متعلقه كشان عاطفي في العديد من الافراح اللي ليها علاقه بامور عاطفيه. يعني هنقول مبروك لكتير جدا من برج الجدي، كل سنه وهم طيبين. طبعا انا ما قلتش ده، كل سنه وانتم طيبين وبدايه سنه سعيده عليكم ان شاء الله، وربنا يجعلها سنه السعاده على كل اللي تحبوهم كمان. لكن عامه نرجع لمرجعنا، برج الجدي هي فعلا سنه هنقول لكتير مبروك، هنقول لكتير مبروك على زواج، على خطوبه، على بدايات عاطفيه، وعلى كمان بدايات مواليد، لان برج الجدي هيكون عندنا اخبار متعلقه بمواليد وبدايات عاطفيه كتيره متواجده لينا خلال هذه السنه. إذا سنة هتبقى كتير مليانة أخبار سارة كشأن عاطفي وكشأن خاص بمواليد. إذا دي أول نقطة. النقطة الثانية إن كتير من الناس اللي عندها مشاكل عاطفية أو جدل وخلافات عاطفية، بل بالعكس هيكون عندنا استقرار وفي تصالح وفي خبر هيرجعنا لبعض. يعني ممكن يكون لو في ما بيننا خلافات، ممكن مثلا يبقى في عندنا مولود جديد يقرب المسافات ما بيننا أكتر. فإذا في ده. وبالنسبة للناس المنفصلين اللي هم عندهم أولاد، هيكون فرصة كتير كبيرة للرجوع ليكم خلال السنة دي. فإذا في نسبة رجوع قوية جدا. فإذا في نسبة مواليد، في كتير من الرجوع، وفي كتير بدايات عاطفية، يعني خطوبة، زواج، في استقرار لبرج الجدي. النقطة كمان المهمة جدا ان برج الجدي الناس اللي هي بتعاني من وقف الحال، هتلاقوا ان الدنيا بتفتح في وشكم اكتر. هتلاقوا ان الامور بعد ما كانت واقفة وصعبة وفيها العديد من العقبات وي وي وي، هتلاقوا انها ميسرة اكتر، هتلاقوا ان الدنيا بتتحسن اكتر، هتلاقوا ان في اخبار سارة بتديكم ايجابية للحياة اكتر. فده بالنسبه لي برج الجدي. برج الجدي كمان النقطه اللي بعد كده، ان احنا عندنا اشخاص او بمثابه علاقات مثلا اجتماعيه او علاقات عائليه، هتبقى كتير خير داعمه. يعني هيكون عندنا دعم هايل جدا جدا من المقربين بالنسبه لنا كعائله، كاصدقاء، كوضع اجتماعي مثلا. فعندنا فعليا كتير من المواقف الداعمه من الاشخاص اللي حوالينا، كتير من الاشخاص اللي هتخلص لك مصالح من عن حب. يعني في ناس هتبقى حبانه جدا لدرجه ان هم هيوقفوا لنا في خير، يعملوه لنا في مساعدات، في مصالح، في الخ كتير. فكتير من النقاط الداعمه من اشخاص كتير هنقابل النقطه دي جدا. في نقطه تانية بقى مهمه قوي، الاعداء. الاعداء. اولا احنا عندنا اشخاص بمثابه اعداء، يعني موجود جدا جدا عند برج الجدي اشخاص بمثابه اعداء، الا ان هيكون عندك الانتصار على الاعداء. عندك اولا اشخاص هيكونوا بيتعرضوا ليكم ان حد عايز يوقعك في مشكله، في حد عايز ان هو يقزم لك مواضيع، في سحر وحسد هنتعرض ليه جدا جدا، في كلام وجدل واشخاص هتبقى عايزه تعمل وقيعه ما بينك وما بين اشخاص اخرين. كل ده بالنسبه لك هيكون موجود جدا، الى ان برج الجدي هيكون عندك ان انت بتنتصر على اعدائك بخير ليك. بمعنى ان هيكون عندك كتير مساعي ناحيه تحقيق الاهداف، وكتير من الوصول، وكتير من القوه اللي هتقدروا ان انتوا توصلوا لك كامور عاطفيه ومهنيه والخ. ده هيغيظ اشخاص اكتر وهيخليهم ان هم يكونوا متكدين. يعني كل ما يبقى حد عايز يوقعك في حاجه، بل بالعكس انت هتطلع تعمل منها كده، يعني هتعرف تخرج من الازمات اللي ممكن يحطها لك الاخرين. فبالفعل هيكون عندك كتير ان انت قادر تفلت، وده هيزيدهم عدائيه، خلي بالك، بس انت هتقدر عليهم ان انت هتسدها في وشهم، ما يبقاش الا فيه باب موجود. طبعا لازم تاخدوا بالكم من الباب ده، الا وهو الحسد والسحر. لكن ان حد يتعقب ليك بمواقف، لا انت هتقدر على ده جدا، تمام؟ فالحسد والسحر ده نقطة كده هنتكلم عنها زي كأنه
كتير يعني، فهنتكلم على الموضوع ده كتير، فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا جدا يا برج الجدي من الحسد والسحر، وهنتكلم عنه في النصايح بقدر كافي. طيب النقطة التانية، لما نيجي نحكي على الشأن المهني، لأن برضو الوضع المهني هيكون فيه كتير من التغيرات، لأن هيكون عندك انتقالة جيدة في الشأن المهني وعروض مميزة جدا جدا هتتعرض عليكم. أقدر أقول إنها سنة فيها بدايات مهنية، بداية مشروع، بداية تعاقد إيجابي، بداية تعامل إيجابي. فإذا برج الجدي في بداية مهنية تساوي لكم رفعة، يعني هيكون بالنسبة لكم ده هيعلي منكم مكانة، هيعلي منكم قدرة، يعلي منكم من الناحية المالية. فإذا برج الجدي الوضع الجيد في الشأن المهني إن هيكون في جديد يرفعكم للأفضل للأحسن. كمان ممكن يكون ده بيساوي مكافأة مالية، أو يساوي إن راتبكم هيبقى أعلى، في انتصارات ليها علاقة بمكاسب من العمل ده. طيب إذا دي جزئية تانية. لما نيجي نتكلم من الناحية القانونية والقضائية، لأن برضه هيكون عندكم انتصار متعلق بشأن قانوني أو قضائي أو استرجاع حقوق قانونية أو قضائية، يعني لو في حق متاخد منكم ليه علاقة بشأن قانوني أو شأن قضائي هيسترد ليكم، هيرجع لكم مرة تانية. فده بالنسبة لي برج الجدي. ومن حتة الروحانية إنها عندكم عالية، عالية الروحانية عالية جدا، يعني إحساسنا كمان عالي قوي. برج الجدي بطبيعته أصلا عنده روحانية عالية، يعني بطبيعتنا كده إحنا لما نقول إن برج الجدي لما يقول أنا حاسس بكذا، ده لازم تصدقه وش ده، تقول له ايوه حاضر طيب ماشي اللي انت شايفه، لان فعليا دي طبيعه برج الجدي. لكن الموضوع ده بيزيد عندنا اكتر واكتر واكتر، لدرجه ان برج الجدي هيحس ان انا مش لوحدي، انا في حد معايا، انا في حاجه في بلمح وبشوف. ايوه عندك ده على فكره جدا، فما تخافوش من نفسكم يا برج الجدي، يعني لعل وعسى ما تخافوش، ده امر طبيعي. المهم برج الجدي بالفعل هيكون عندك احساسك عالي قوي، هتحس ان انت بتحس الباب قبل ما يخبط تقول فلان هيجي، اللي هو عارف اللي هو خالتشينوسة، عارفين الفيلم بتاع خالتشينوسة؟ فبرج الجدي هتبقوا كده جدا، احلامكم هتبقى حقيقة قوي، يعني ممكن تحلم الحاجة تقوم من النوم تلاقيها واقعية بالنسبة لك. فبرج الجدي هيكون احساسكم عالي كتير، واحلامكم كلها متعلقة بحقائق، وده هيخليكم ان انتوا تكونوا على يعني الموضوع فيه دلائل واشارات، وده هيعلمكم كتير. يعني مثلا لما تحلم حاجه هيبقى تلاقيها انها دلاله واشاره، اروح المشوار ما اروحش المشوار، ده كذا ده كذا. عارف لما تحلم حلم يعني انا اقول لكم على حاجه، انا لسه حلمانه بحد يعني عزيز عليا قوي قوي ان هي حامل، بجد تتفاجئوا ان انا لقيتها فعلا حامل، اللي هو ايه يا بنتي الحلال انت هتبقي حامل، والله ده اللي بيحصل يعني. فقالت لي ايه ده؟ ايه ده؟ انا كنت لسه هقول لك ده، كنت فاهمني؟ فهيكون عندكم حاجات من دي كتيره يعني، وده هيخليه وبقى ده قيسوا على ده كتير، قيسوا على ده كمان ان انتوا هتبقوا رايحين مشوار تبتدوه او حاجه هتعملوها تحلموا انها حاجه مش كويسه فلفوا وارجعوا، فاذا ده هيبقى ليه علاقه بدلاله، او ده المعنى اللي انا اقصده اللي هو ليه علاقه بدلاله واشاره. فدي نقطه كتير هتلاقوها موجوده عندكم. النقطه الثانيه ان انتوا هتكونوا عندكم صحبه حلوه قوي، هتكونوا قادرين ان انتوا تكونوا علاقات بشكل جيد جدا، علاقاتكم هتبقى وطيده اكتر، بجانب ان العلاقات السيئه او العلاقات السلبيه انتوا هتكونوا بعيدين عنها، يعني هتقدروا ان انتوا تبعدوا عن العلاقات السيئه وتقدروا ان انتوا تحافظوا على العلاقات الجيده. دي من اهم النقاط برضو الساره الموجوده، ان انت تقدر تبعد عن العلاقات السلبيه، لان انتوا بطبيعتكم تبقوا عارفين ان الشخص ده وحش ومش كويس وي وي وي، وتقول اصل انا بحبه وبعزه، بتحبه وتعزه مين يعني؟ المهم فتقدروا ان انتوا تبعدوا عن الوحش وتقربوا من الحلوه. ده بالنسبه لي برج الجدي جدا. برج الجدي كمان الميزه اللي هتكون موجوده ان انتوا هيكون عندكم اللي هي فكره سرعه البديهه قوي. سرعه البديهه العاليه في ان انتوا تعرفوا تتعاملوا مع المواقف، مع المواقف اللي هي السريعة دي. عارف لما يبقى مثلا في حد بيقول حاجة كذا كذا كذا، مش لسانك يقف وعقلك يقف، لا بتبقى عندك سرعة بديهة ان انت تعرف، لا هيبقى عندك اللي هو سرعة البديهة في التعامل، لما يبقى في فلان بيقول كذا كذا كذا، طيب انا هرد عليه كذا 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 كذا، فعندك ده، ففي سرعة بديهة اكتر، هيكون عندك القوة اللي ليها علاقة بالتعلم اكتر، يعني انت مدرك، يعني الناس اللي هتبقى بتدرس هيبقى عندهم ذكاء اكتر، عندك كتير قدرة على ان انت تستوعب المعلومة بسرعة. فدي من أهم النقاط، استيعاب أكتر أو قدرة استيعابية أكتر، وسرعة بديهة في الفهم وفي التعامل
اكتر، فده هيكون موجود جدا عندك، وهتحس كتير بمسؤولية كمان، يعني عندك الاحساس بالمسؤولية، واحساس المسؤولية عند برج الجدي بيعلي منهم مش بيقلل، يعني لما بتحس ان انت مسؤول من حاجة بيعلي منك وبيخليك ان انت مدرك اكتر، وبيخليك ان انت تقدر اللي هو فكرة ان انا اقدر اتحمل المسؤولية بشكل مضاعف، يعني عارف اللي هو حاجه بتخليك اللي هو ايه، لما بتبقى مثلا تمسك منصب مدير لحاجه مثلا، فتبقى مدير قوي في نفسك، وده يعلي من قيمتك جدا ويخليك واثق في نفسك اكتر، فبالتالي تعرف تدي اكتر ايجابيه وتدي اكتر شغل وتدي اكتر مجهود. ده بالظبط اللي انا اقصده، فده موجود جدا عندك. بالنسبة يا برج الجدي لسنة، هي سنة بالفعل زي ما قلت لكم في البداية تدعو للتفاؤل جدا، عايزاكم متفائلين، عايزاكم تكونوا واثقين بربنا جدا، واثقين في نفسكم كتير، بتمنى لكم كل الخير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس، سلام.